شنو اللي عاشوا سامي بالضبط، كيفاش كانت القصة، شنو نشوفوه في التقرير قبل ما تشوفوه معايا في البلاتو يحكي لنا على الأيام والساعات اللي عمره ما نساها. 72 ساعة في البير، تقرير نورز مشراوي. اختفيت 3 أيام، العائلة الكل تحيرت، ما فهمش بلاصة ما لوجوش فيها، لكن اللي بيش يكتشفوه واللي بيش يصير معاه حاجة أبعد من الخيال. زعما شنو هو الحكاية وشنو هو اللي بيش يصير مع ولدي 27 سنة؟ هذا سيم، طفل عمره 27 سنة، أصيل ولاية قفصة. سيمي ينتمي لعائلة محدودة الدخل، لكنه من اللي حل عينيه وهو يخدم في المرمى باش يصرف على دارهم وما يخليهم ناقصين شيء. صيفية 2012 وبالتحديد 26 جوان، سامي من المفروض باش يخلص فلوسه الكل اللي طلب من عرفه انه يلمهم له متاع شهرين كاملين. قال له ما تخلصنيش، كان كي نكمل كل شيء باش نحسن بها حال دارنا ونشتري في الجدار ونفرح الدار. وهذيك اللي صار مع قرابة 6 متاع العشية. سامي خذي أجره الكل من عند عرفه، 750 دينار بالنسبة ليه مبلغ كبير ينجم يحل به برشا مشاكل عنده. ولد 27 سنة روح للدار، اتعش وقعد ساهر مع أمه وأخته، مرة يفدلكوا مرة يشربوا التاي ومرة يتفرجوا في التلفزة. لحداش و15 دقيقة تليفون سامي نقص. الو الو وي اخرج لحاجتي ليك اخرج. اوكي او جيتك. يظهر انه تليفون خاص شوي من شخص يعرفه سامي مليح، هذيك علاش ما كانش ملعكسين ومشيلو بالوقت. الحداش و25 دقيقة سامي يلقى الشخص هذا هو وزوز من أصحابه يستنيو فيه، اللي نحكي لكم عليه هو محمود جار سامي. اسمعني، جيبنا دخان راو العطر لقيناه مسكر. وهذاك اللي صار، سامي رجع باش يجيب باكو الدخان، لكن من وقتها حتى حد لا شافه لا سمع عليه حاجة، مش ساعة وإلا 2، وإنما أكثر من 24 ساعة، وسامي لا حس ولا خبر. بعد رقد جه تليفون، كي جه تليفون نحنا راقدين الكل، خرج كي خرج مروحش، من ليلتها مروحش. شي ما تشغبت، قالت لي اطلب خوك، طلبنا عيلة كاملة تطلب، تليفونه مسكر نهار لو، سألت عليه صحاب، سألنا الناس الكل، سامي ما فماش. عيلته الكل دخلت فيهم غول، ما همش عارفين سر اختفائه الفجئي. لوجوا في البلايس الكل، عند الأقارب، عند الأصحاب وحتى في السبيطارات، أما ولد 27 سنة فص من الحوذي. لكن الحاجة الغريب واللي باش تزيد تفجع العائلة إنه في نهار اختفائه الثاني باش يتلقى المريول متاع سامي في الدورة اللي بحذا الدار، ومش هذا برك، المريول كان ملطخ بالدم. النهار الثاني ونحنا نلوجه لقينا الخلعة متاع سامي فيها الدم، دخل في قلوبنا الرعب، نحن خفنا، ونحنا كلنا خفنا، قلنا بالك عامل عركة وبالك داخ. زعما وين ينجم يكون مشي ولد 27 سنة، وشنو علاقة مريوله اللي تلقاه بالدم بعد اختفائه؟ 72 ساعة تعديوا على اختفاء سيم. أمه عينيها ما ذاقتش النوم من خوفها على مصير ولدها المجهول، خاصة بعد ما تلقى مريوله بالدم. وقتها كانت تدهي إنه يكون عامل عركة لا أكثر ولا أقل. ليلة 29 جوان 2012 مع الحداش متاع الليل، الكلب اللي مربيه سامي واللي ديما معاه ينبح وما حبش يسكت وكأنه شاف حاجة. أمه كانت تسمع في صوت نبيح، قلبها دق بالقوي وكأنها حست أنه فما حاجة متعلقة بولدها.
خرجت هي وبنتها سيم وهزوا في يدهم البريكية والكردونة وشعلوها وقعدوا يتبعوا في الصوت. تحسوا يعيط مش ينبح يعيط. مشيت في الليل أنا ويام وقولي يا سامي ولدي وينك، يا سامي ولدي وينك، ونعيط والنادي يا ولدي وينك حناني وينك. يا أخي الناس مع كل اللي وهيش كل ما نعرفش، والكلب حشاكم يربش في الواحد ويدور. يشوفوا في كلب سامي واقف بحذا البير هذا وينبح، البير اللي ما يدور به حد واللي عمقه قرابة 20 متر. والمتساكنين الكل يتجنبوا أنهم يتعداوا من بحذاه بما أنه خطير برش، في أي لحظة ينجم يتيح فيه حد. الأم وبنتها كل ما كانوا يقربوا كل ما دقات قلبهم قاعدة تزيد. إيش يعملوا؟ يطلوا وإلا ليه؟ زعما باش يشوفوا حاجة متعلقة بسامي وإلا الحكاية هي مجرد تهيؤات. أمه تطل على البير بالشوي وتضوي فيه بالكردونة اللي كانت مشعلتها، تشوف في قرش وأوراق متاع أشجار معبين في وسطه، حاجة عادية بالنسبة لبير مهجور عنده سنين وما فيهش ماء. زادت قربت أكثر وثبتت مليح، ولهنا كانت الصدمة. زعما ما نشوف البير لهنا، أعطوني خليني نشوف إيش فيه البير، أعطوني بريكية ولا حاجة خلينا نشوف إيش فيه. شعلت الكارت، شت كردونة لوحدها، شفت سامي ولدي رجله كان رجل بركة الأخرى كله مغطي بالطولة، والواحد رجله معمولة هك أنا السروال. اجدرولي هاو هنا، هاو ولدي هنا. أي نعم، سامي في وسط البير ما يتحركش وما يتكلمش، يظهر أنه توفى. الوحدات الأمنية والحماية المدنية تحولوا على عين المكان وينهبطوا للبير، ولقاو اللي سامي ما زال يتنفس أما حالته حرجة جدا. زعمة تلوح روحي على أحليلي على أولادي، أحليلي على أولادي، جاني العون شدني من روبتي من تالي يجبت فيه وانا تلوح روحي. كيف انتي رايحة تعمل أكثر فرفة تننجز أصلي وهم مخرجين ومن هنا تلوحت روحي علينا قه يابس بالدمومات. نحرك شيء لا فيه لا تلميس ولا تحريك، حتى من نفخين منفوخ بادي عليه الفيران، ماكلاته الفيران من وذنه من صبعه الفيران ما خلتش فيه، جبديه ميت عبد منفوخ أزرق ما توقعناش فيه باش يعيش جملة. تم نقله للمستشفى الجهوي بقفص وما همش عارفين شنو مصيره، هل أنه باش يمنع وإلا ليه؟ زعما شنو اللي صار له بالضبط؟ هل أنه طاح في البير وإلا فما شكون رميه في وسطه؟ حتى وصلوا ورقد في السبيطار، زادوا لحقوه نحولوا التيوات وقطعوا له نحولوا كل واحد تاع النفس، لقيناه كله على مشيت نشرب امها ونرني عقديه، مشيت نشرب امها وجيت نلقى خيوط ومنحيه واخته عقديه، وحتى ماتت الله يرحمها اقولوا لها بار ها تعس عليه وزوز جيش يعسوا عليه. وليت نرقد تم نقعد تم نهارات اللي قعدهم في السبيطار نرقد في الزليز نقس على ولدي. سامي قعد شهرين كاملين في الإنعاش ومنع من الموت بأعجوب، واللي صار معاه ما ينجمش يكون حادث بما أنه متعرض لبرشة عنف وضرب في مناطق مختلفة من بد. قعد 3 أيام في وسط بير، حاجة ما يقبلهش العقل. السوايع علول ما جي حد ولا سمع بيه اللي هو غادي. الأكسجين بدا ينقص عليه بشوية. 10 سوايع تعديه، سامي ريقه بدا يشيع ودقات قلبه زادت مع كل ثانية تتعد. كان يحس إنه ما هوش باش يخرج من وسط هالكابوس أكثر من 20 ساعة، وولد 27 سنة بدأ يفقد في مداركه وسلم أمره للواقع. شكون اللي عمل فيها العمل؟ مضعورة من هنا روح ما بدش يتكلم. قال لهم أعطوني ورقة وستيلو بلي بلي شعر خليني نقول لكم على اللي ضربون. عون مشى معانا من هنا، كي جاء العون فهم اعطاها هو الورقه والستيلو قال له اكتب لي شكون اللي ضرب اكتب. باش نفهموا اللي صار لازم نرجعوا بيكم 72 ساعه من قبل ما